السلام ورحمة الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين نناقش فيها أوضاع النازحين في العاصمة المؤقتة عدن في ظل المستجدات الأخيرة. لا يكاد الناس في العاصمة المؤقتة عدن يخرجون من نكبة حتى ينتقلون لأخرى، إلى ما قبل الانقلاب الحوثي على الدولة وما تبعه من حرب وتداعيات كانت عدن ثغر اليمن الباسم، لكنها اليوم أصبحت عنوانا للمعاناة والانفلات الأمني والتدهور الصحي بل وفي مختلف الخدمات. في الأسابيع الأخيرة ضربت عدن موجة سيول أحدثت أضرارا لا تزال آثارها مستمرة، تحولت معها حارات عدن إلى مستنقعات مفتوحة وبؤر للأوبئة والأمراض، ثم جاء الوباء العالمي كورونا وزاد طين المأساة بالله. في الظل هناك أكثر من 30,000 نازح، يمكن القول أن معاناتهم مزدوجة وأكثر تعقيدا، تطالهم النكبات وتصيبهم الأمراض فيموتون غرباء دون اهتمام يليق بكرامتهم الإنسانية. إذن ما طبيعة معاناة النازحين في ظل الوضع المأساوي الذي تعيشه المدينة، وما وضعهم الإنساني، وما الذي فعلته الجهات المعنية لهم على مستوى الإغاثة الغذائية والإيوائية والصحية؟ إذن سنناقش كل هذه الأمور مع ضيوف الحلقة، ولكن بعد أن نتابع هذا المقطع مشاهدينا ننوه بأن هذا المقطع يعني هناك رداءة بالصوت، ولكننا اضطرينا لأن نعرض هذا المقطع لكي يوضح الصورة أكثر عن واقع النازحين في هذه المدينة، نشاهد سويا. كلها مساكين تشردت، هذا شوف الناس وين نايمين، مسكين النامسة بالبصر. يا بنت، يا بنتي، ايه يا بنت، بنتي ها؟ من فين؟ خلاص نامي 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 حبيبي. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من محافظة عدن عضو لجنة الإغاثة بمحافظة الحديدة السيد عادل الأهدل. سيد عادل، أسعد الله مساك بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أهلا بك سيد عادل. أولا نحيي قناة عدن لايف على اهتمامها الكبير بالنازحين. ليست عدن لايف سيد عادل، هي قناة بلقيس وليست عدن لايف. إذن مرحبا بك سيد عادل، ولكن نبدأ معك فيما يتعلق بالنازحين في العاصمة المؤقتة عدن، يعيشون ظروف استثنائية، يعني الكوارث الطبيعية التي تشهدها المحافظة إضافة إلى جائحة كورونا مؤخرا والوضع السياسي المنقسم أيضا في المدينة، يعني ما هي أوضاع النازحين في العاصمة المؤقتة؟ بالنسبة لأوضاع النازحين، أولا أحب أن أقول لكم شهر مبارك وكل عام وأنتم بخير، للقناة وللعاملين عليها، وتحية للجمهور الكريم وخواتم مباركة مؤخرا. وأنت بخير يا رب، وخواتم مباركة على الجميع. بالنسبة لمعاناة النازحين، طبعا يعني في ظل الأوضاع والظروف اللي عايشين فيها، أنتم قد لمستم ذلك من النزول الميداني. نعم. وبالنسبه للاغاثه، يعني جميع المخيمات سواء في عدن او لاحق تكفل الغذاء العالمي شهريا باعاشتها نقديا، يعني كامل. في هناك يعني ما زال اللي حصلت مؤخرا في عدن، وكذلك عملت السلطة المحلية على ونزل المحافظ حفظه الله ورعاه الدكتور حسن طاهر، وزار المخيمات جميعا في عدن ولحج وذا، وشاف الأوضاع المأساوية. نعم. وأكرمهم بمكرمة ما يقارب 30 مليون تم صرفها للمخيمات جميعا في عدن ولحج. نعم. لكن يعني كما نشاهد الوضع في العاصمة المؤقتة، هناك مخيمات
ربما واقعها بداخل مستنقعات للمياه. يعني الأمراض كلها منتشرة. الحكومة أيضا تعلن بأن المدينة أصبحت مدينة موبوءة، يعني كورونا والمكرفس وأكثر من مرض متواجد في هذه المدينة. كيف هو أو كيف هي أحوال النازحين وما الإجراءات المتخذة في هذا الخصوص؟ يعني لا يقتصر الأمر هنا على سلة غذائية تقدم لهم ويكفي، هناك ربما يجب أن يكون هناك استنفار أعلى من المطلوب. حاولنا التواصل مع المنظمات المانحة وقاموا بعض المنظمات تمت الاستجابة. نعم. وقمنا برد، مثلا مركز الملك سلمان استجاب فورا وجاب وايتات وتم شفاء بعض وباقي. نعم، إذن هناك مشكلة في الصوت ورداءة واضحة في الصوت. سيد عادل، سيعاود الزملاء التواصل بك مرة أخرى. إذن لا أعرف هل هناك ضيف آخر أصبح جاهزا؟ نعم، إذن ريثما يجهز ضيوفنا سنذهب لمشاهدة هذا الاستطلاع من العاصمة المؤقتة عدن. نشاهد هذا الاستطلاع سويا ومن ثم نعود. احنا في مخيم الشعب رقم واحد، تمام، معرضين للسيول وبعض الامراض والوباء، وبسبب الامطار الذي سار لنا كارثه في المخيم ولا نحصل على اي تعويذات لا من ايوائيات ولا من شيء. واذا لك اي مريض في المخيم من المكرفس او حمى الضنك او غيره نسير الى بعض المختبرات لاقي نفحصلهم ونعالجهم، لم يقبلوا نحنا لانه قد لا عياده صحيه في المخيم ولا من معاناه ولا من يعطي احنا اي شيء. وبسبب السيول الذي تعرضنا لها في المخيم لم نحصل على اي ايوائيات بيدنا لا من الوحده التنفيذيه ولا من المنظمات. يعني معرضين للسيول والامطار، والان كثيرته حاليا نعاني من هذا المرض المعتصي الذي عندولنا هو مكرفس. يعني تروح لا في مع القاهر تروح تعالجه ما يقبلوكش، لا في لا وزارة الصحة تقبلك ولا أي مستشفى، يعني إنه ولا حاجة. لنا شهر احنا نعاني عن هذا الخبر، ولا في منظمة ألفت عليك ولا أي حاجة. نحن هنا في مدينة عدن نازحون من جميع المحافظات، ومن محافظات كثير مختلفة نازحون هنا في محافظة عدن مديرة الشعب بمخيم، وهنا معرضين هذا المخيم للوباء ومعرضين للأمطار الغزيرة الذي حدثت ولم نحصل على أي من أي جهة من المنظمات، يعني بحالات دقيقة. ونتعرض من الوباء الذي هذا المرض من مرض الكروفوس ومرض الكورونا والأمراض هذه الذي تنتشر، ولا نحصل على أي عيادات طبية. خرب لنا البيوت وحطنا إحنا ما درينا وين نسكن وين نرقد وين نقزع وين ندخل، ودحين قال لنا مرض من هذا المكرفس قولتون حمى الضنا ومن هذا اللي يقولوا على المرض الكورونا، ولا لقينا شيء ولا لقينا حاجة من يداوين إحنا ولا لقينا قالك حتى. إذن مشاهدينا هذا كان استطلاع من العاصمة المؤقتة عدن، ونعود لأرحب الآن بضيفي معنا من العاصمة المؤقتة عدن عبر الهاتف رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين السيد نجيب السعدي. سيد نجيب مساء الخير. مساء النور، حياك الله في العزيز. أهلا بك سيد نجيب. يعني نتحدث اليوم عن أوضاع النازحين في العاصمة المؤقتة عدن، هي أوضاع صعبة يعيشها النازحين على مختلف المدن اليمنية، ولكن في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المدن هناك كارثة السيول ألقت بظلالها بشكل كبير على النازحين، إضافة إلى الأوبئة المنتشرة مؤخرا كورونا ومكرفس وأكثر من وباء. ما هي أوضاعهم؟ أولا شكرا لك ولقناة بلقيس على تسليط الضوء على هذا
القضية الإنسانية. بالنسبة للنازحين في محافظة عدن مثلهم مثل بقية المواطنين من حيث التعرض للأمراض وللحميات المنتشرة في عدن بسبب الأمطار التي نزلت، لكن نظرا لأوضاع النازحين كونهم يعيشوا في خيام و أماكن مفتوحة متقاربة من بعض، فإن المأساة كبيرة وانتشار المرض أكبر من غيرهم من المواطنين الذين يسكنون في بيوت. بالنسبة للآثار، آثار السيول المتمثلة في انتشار الأوبئة والبعوض وانتشار الحميات، هي منتشرة في جميع محافظة عدن. النظام الصحي في عدن شبه منهار، المستشفيات لا تقبل أي شخص سواء كان من النازحين أو غير النازح. سيد نجيب هل تسمعني؟ نعم سيد نجيب، إذا كنت تسمعني حاول أن تقف في مكان تكون فيه الشبكة يعني أحسن حالا من هكذا. نعم إذن تسمعني جيدا سيد نجيب؟ ألو. نعم أسمعك، هل تسمعني سيد نجيب؟ لا أسمعك أنا. نعم حاول أن تبقى بمكان تكون فيه الشبكة بشكل أفضل مما هي عليه. طيب أنا في مكان جيد الشبكة عندي. نعم إذن الآن أسمعك جيدا، يعني لم يعد الحديث يقتصر على سلات غذائية، هنا الوضع مختلف اليوم، هناك أوبئة منتشرة في المدينة، الناس تعيش كما نشاهد ببعض الفيديوهات بداخل مستنقعات، يعني هل هناك أي تحرك أو أي سعي لتوفير بيئة صحية للنازحين وأيضا تقديم لهم العون في هذا الوضع؟ بالنسبة للمخيمات، بعض الناس يعيشون في مستنقعات، هناك انتشر فيديو أخيرا هو لموقع نزوح في مديرية خور مكسر في حوش المفلحي. هذا المخيم، هذا الموقع عبارة عن أرضية ملتقى مجاري ومياه تلتقي هناك، النازحين منذ 2015 هم نازحين في المكان هذا. نحاول قدر الإمكان أن نوفر لهم سكن وتغذية كاملة، إلا أنهم يرفضوا رفض تام أنهم ينتقلوا من هذا المكان. ما سبب الرفض؟ بماذا يعللون رفضهم؟ بيوت نعم ما السبب في رفضهم؟ يعني أن تأتي لتقدم لهم العون وتقدم لهم ما هو أفضل يرفضون، لماذا؟ السبب أنهم يتحدثوا بأنهم لم يجدوا مساعدة مثل ما يجدوها هناك. يحدثني أكثر من نازح يقول لي أنه تأتينا وجبات ساخنة بكل وقت، والسلة الغذائية نبيعها ونستفيد منها، لكن إذا سكنتنا في مخيم بس كنت تجيب لي بالشهر سلة غذائية وخلاص، هكذا يفكرون. فهم المكان هذا وضعوه يعني كنوع من التكسب. نحن باسم الوحدة التنفيذية مستعدين لنقلهم إلى أي مخيم موجود، مخيم جديد أو توفير بيوت للإيجار لهم. طالما هم أصروا على البقاء سيد نجيب، يعني دعنا كما يقال نماشيهم و يعني نتركهم براحتهم، لكن فيما يتعلق بالمستنقع المحيط بالمخيمات، لماذا لا يكون هناك دور لكم في مسألة تنظيف المكان وشفط المياه المتواجدة والتي يعني صارت لها أيام كثيرة وبات لونها أخضر؟ هذا المكان هو تجمع لأماكن مياه، تجمع لمياه ليست مياه الأمطار وإنما مياه من مشاريع الماء، المشروع المياه، ايضا تجمع للمجاري للساكنين حولهم، هذه الارضيه تحديدا لا يمكن شفطها. الحل انه ننقل النازحين، هؤلاء النازحين، الى مكان اخر، هذا هو الحل، لا يوجد حل اخر. كانوا الاخوه الاشقه في مشروع الاعمار تواصلوا معنا على اساس نعمل حل، ان احنا نعمل نصلح هذا الموقع ويتم توفير سكن ملائم في هذا الموقع.
لا يمكن توفير سكن في هذا الموقع، نظرا لان الموقع تجمع للمياه الصرف الصحي والمياه ومشروع المياه، لذلك صعب جدا ان يتم اصلاح هذا الموقع، والحل ان يتم نقلهم الى مكان اخر. نحن مستعدين باي وقت يقبل هؤلاء النازحين ان ننقلهم الى موقع افضل من ذلك، افضل من هذا الموقع، ونوفر لهم الخيام والمواد الغذائيه والمواد الايوائيه. نعم، يعني انتم على تواصل دائم بهم وتطرحون عليهم هذا الامر بشكل دائم ولكنهم يرفضون. نعم نعم. طيب. نعم طيب على مستوى المحافظة بشكل عام، هناك كارثة سيول حدثت خلال الأيام الماضية، إلى أي مدى انعكست هذه الكارثة على مخيمات النازحين بشكل عام في عدن؟ انعكست بشكل سلبي على الغذاء، المأوى، الخيام، لكننا استطعنا أن نقوم بتوزيع خيام عبر مركز الملك سلمان والمفوضية السامية للاجئين. نعم. استطعنا أن احنا نوفر سلات غذائية عبر أيضا مركز الملك سلمان وعبر منظمة سول وعدد من المنظمات لا يحضرني الآن ذكرها. كذلك تم توزيع مبالغ نقدية على عدد من النازحين المتضررين، إضافة إلى ذلك تم توزيع سلات غذائية طارئة لهم عبر برنامج الغذاء العالمي، وهذا الأسبوع سيتم توزيع سلات غذائية متكاملة لكافة النازحين من برنامج الغذاء العالمي. لكن الإشكالية اليوم لم تعد في الغذاء أو في المأوى، الإشكالية اليوم في الجانب الصحي هو المشكلة، وهو التي تؤرقنا جميعا. النظام الصحي منهار تماما، لا يوجد مستشفيات تستقبل النازحين أو تستقبل أي مواطن. هناك تخوف بانتشار الوباء، وباء كورونا. لابد نحن ندعو كافة الجهات ذات العلاقة، سواء وزارة الصحة أو لجنة الطوارئ أو منظمة الصحة العالمية، بالعمل يدا مع بعض نحن وهم من أجل. هل وجدتم أن هذه الجهات تولي اهتمام لقضية النازحين؟ تم مراسلتهم، تم رفع خطة من أجل حماية النازحين، كون النزوح أكثر المناطق تعرضا لانتشار الأوبئة، نظرا لأنها مفتوحة، خصوصا فيروس كورونا. إذا انتشر فيروس كورونا ستكون هناك يعني مجزرة من الموتى، لن نستطيع أن نصل إليهم من أجل تقديم الخدمات، لا أحد يستطيع أن يعزلهم، مجتمع مفتوح أيضا غير قادر على الحجر الصحي المنزلي. لذلك نحن نناشد كافة الجهات العمل يدا بيد من الاختصاصات التي يعملون بها في مناطق، في أماكن تجمعات النازحين، من أجل التخفيف من أضرار انتشار فيروس كورونا أو الأوبئة. أما بالنسبة للأوبئة أو جميع الأوبئة، عدن مدينة كما تسمعون أنها مدينة منكوبة، بيت في شخص أو شخصين مصابين بمرض المكرفس أو حمى الضنك أو اشتباه بفيروس كورونا. عدن تعيش كارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. نعم، إذن ابقى معي سيد نجيب، سأعود إليك. أذهب مرة أخرى لضيفي السيد عدنان الأهدل، عاد معنا مجددا، أو عادل الأهدل. سيد عادل، مرحبا بك من جديد. ويعني نتساءل هنا سيد عادل، يعني ما مدى الاهتمام الرسمي وأيضا اهتمام المنظمات بالنازحين في العاصمة المؤقتة عدن؟ نعم، إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد عادل وسيعاودون التواصل به مرة أخرى. هناك مشكلة في التواصل أو في الاتصالات في العاصمة المؤقتة عدن. إذن أعود لضيفي مرة أخرى السيد نجيب السعدي، رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين. يعني سيد عادل، فيما يتعلق، أو عفوا نجيب، فيما يتعلق بكورونا وبدء انتشارها في العديد من المحافظات اليمنية، بالنسبة للنازحين، هل هناك حالات اشتباه سجلت؟ هل هناك ناس
يقعون في الحجر الصحي وهناك حالات مشكوكة بها، ما هو الوضع؟ إلى الآن لا يوجد أي حالة تم الاشتباه بها. هناك حالتين من النازحين في عدن، من النازحين في المنازل وليسوا في المخيمات. نعم. توفوا واحد أمس والآخر قبل أمس. أمراض بالمكرفس، مرض حمى المكرفس وليس كورونا. نعم. طبعا أغلب الحديث عن كورونا هي حالات اشتباه، عندما يتحدث المواطن أو يتحدث أحد هي حالات اشتباه فقط، نظرا لعدم وجود تشخيص سليم للحالات التي المصابة سواء بمرض كورونا أو بحميات. النازحين لا يوجد سوى حالتين توفت بمرض مكرفس فقط، ولا يوجد إلى الآن تسجيل حالة كورونا. نعم. طيب، إلى أي مدى يمكن القول أن الجهات المعنية وأيضا السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن قامت بواجبها تجاه النازحين؟ إلى أي مدى؟ بالنسبة لنا نحن في الوحدة التنفيذية نحاول نقوم بقدر الإمكانيات المتاحة والقدرات المتاحة، ونعمل بكافة السبل من أجل تقديم شيء وإن كان شيء متواضع لا يرقى حجم الكارثة، لكننا نحاول أن نقدم كأعمال توعية، كتوفير سلات صحية وتوزيعها عن طريق المنظمات. أما بالنسبة للسلطات المحلية، الأجهزة الأخرى المعنية بموضوع الذي هي يجب أن يكون جميعا من أجل مواجهة كورونا، حقيقة هي غائبة، ليس لها وجود، غائبة بمكافحة كورونا، غائبة أيضا بتخفيف من الامراض من كارثه السيول، والتي لو كان هناك تدخل عاجل من قبل السلطات المحليه في عدن في بشط المستنقعات، مياه المستنقعات ورش الاماكن تجمع البعوض، لكان خففت الكثير من الاضرار الصحيه التي وقعت فيها عدن. عدن ظلت القمامة، ظلت المستنقعات منتشرة كما هي دون أي تدخل، ومن يقوم بعملية الشط هي جهات فردية، جهود فردية لا أكثر. نعم. طيب، بالنسبة للحكومة، هل هناك دعم مباشر من الحكومة للوحدة التنفيذية؟ الوحدة التنفيذية لم تتلقى الدعم الكافي حتى على المستوى التشغيلي. هناك توجيهات من دولة رئيس الوزراء باعتماد موازنة تشغيلية للوحدة التنفيذية، لكن للأسف الشديد يتم عرقلتها سنة بعد أخرى. العام الماضي تم عرقلتها في وزارة المالية، وهذا العام أيضا يتم عرقلتها، رغم أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء، لكن لم يتم الصرف ولم يتم التعاطي مع هذه التوجيهات، لا ندري ما هي الأسباب. نعم. سواء على المستوى العام أو على مستوى الحالات الخاصة، مثلا في مارب كان هناك حالة طوارئ، قدمنا خطة طوارئ، تم توجيه من رئاسة الوزراء بتمويلها، قمنا بالعمل بالعمل في مارب، إلى اليوم لم يتم صرف هذه الموازنة البسيطة، رغم أنها بسيطة جدا لكنها لم يتم صرفها. لازلنا نتابع ونأمل أن الحكومة والجهات المعنية تتجاوب معنا من أجل توفير الإمكانيات البسيطة التي نستطيع أن نعمل بها، ونحن قادرون إذا تم توفير الإمكانيات البسيطة نحن قادرون على أن نحدث فرق كبير جدا، فقد استطعنا أن نحدث فرق كبير رغم عدم توفر الإمكانيات، فإذا توفرت الإمكانيات نحن قادرين أن نحدث فرق كبير يراه الجميع. طيب سيد نجيب، يعني مع الوضع الاستثنائي، يعني أزمة كورونا والأوبئة المتواجدة في المدينة، إضافة إلى السيول، إضافة إلى أوضاع النازحين ما قبل هذه الأزمات، هل هناك تصور لميزانية محددة أنتم في الوحدة التنفيذية ترون أنها في حال توفرت بالإمكان يعني التغيير من حال النازحين في هذه المدينة، يعني ما هي التقديرات؟ نعم، لدينا تقديرات، لدينا خطة طوارئ وتم تزويد الحكومة بها، ولدينا موازنة تشغيلية، ويعني بكم تقدر، يعني هل هي فوق طاقة الحكومة وفوق طاقة المنظمات حتى يعني يتقاعسون ولا يقومون بدورهم اللازم حتى الآن؟
لا لا ليست كبيرة، ليست كبيرة مطلقا، يعني المواضيع الموضوع بسيط جدا، مبالغ بسيطة، مصاريف تشغيلية مرتبة، ومواصلات للفريق ميدانية تقوم بعملية التنسيق والإبلاغ وعملية التوعية وعملية التسجيل وعملية التنسيق، مبالغ بسيطة جدا لا ترتقي، ليست بمبالغ كبيرة. لكن كما قلت لك رئيس الوزراء مشكور يوجه أكثر من توجيه، لكن لم نلقى أي تجاوب من الأخوة في وزارة المالية، وكأن الأمر لا يعنيهم. إذا كانت مبالغ يعني صغيرة بهذا القدر كما ذكرت سيد نجيب، يعني مبالغ قليلة وتعجز الحكومة عن دفعها، ويعجز مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي والمنظمات الدولية، إذن ماذا يفعلون هؤلاء؟ نحن لا نستطيع أن نطالب المنظمات، بل نطالب الحكومة أن توفر الإمكانيات. لكن هم يتحدثون بأنهم يقومون بدورهم على أتم وجه، طبعا نتحدثون عن المنظمات وأيضا عن المراكز كمركز الملك سلمان وأيضا الهلال الأحمر، هم يتحدثون بأنهم قائمون بواجبهم على أتم وجه، يعني أين المشكلة؟ مركز الملك سلمان يقوم بدور جيد جدا ويقوم بتدخلات كبيرة جدا، المنظمات الدولية دورها هناك يعني الدور ليس يعني كيف يقومون بدور كبير جدا سيد نجيب، وأنت تتحدث عن موازنة ضئيلة وأرقام صغيرة جدا ولا يوجد من يدفعها، وحتى تتمكنون من إعانة النازحين. نحن بالنسبة للمنظمات لا نطالب أنهم يدعمون، نحن بقدر ما نطالب أنه يتم الترشيد للنفقات يعني واستخدام الأمثل للموارد، خصوصا في ظل الأزمة القائمة الحالية. نعم. في الفترة القادمة ستنخفض المساعدات الإنسانية بشكل كبير نظرا لسبب انتشار مرض كورونا. نعم. لذلك علينا جميعا نحن والمنظمات والجهات الرسمية الأخرى أن نعمل من أجل ترشيد الإنفاق استخدام للموارد. أيضا السبب هو غياب مؤسسات الدولة المعنية برقابة على المنظمات الدولية. نعم. وتحديد الاحتياجات وتحديد أماكن الصرف أو الإنفاق للموارد، هذا هو السبب الذي يجعل الأموال يجعل اليمن ثقب أسود تلتهم أي دعم يصلها دون فائدة. نعم، لكن فيما يتعلق بالانتقال، وقد أعلن الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية ومنها العاصمة المؤقتة، هل قدم أي شيء أو قام بأي دور تجاه النازحين والمتواجدين في المحافظة؟ سيد نجيب، والوضع ضبابي غير واضح، وأيضا نتحدث عنها مطلقا. نعم، إذن فقط يعني هنا يعني في الختام أو قبل أن أختم معك، هنا تساؤل فيما يتعلق بالمنظمات، هناك شكاوى كثيرة بأن يعني ما بعد أزمة كورونا هناك قل الدعم بشكل كبير للمنظمات الدولية على مستوى اليمن، ما هو الوضع بالنسبة لكم أنتم وبتنسيقكم مع هذه المنظمات ما بعد أزمة كورونا؟ المنظمات سيقل الدعم وستقل المساعدة الإنسانية بلا شك، يعني لم يحدث شيء وإنما أنتم متوقعين أن يحدث تقليص في قادم الأيام؟ سيحدث، وبدأت المنظمة تقلص من الدعم لأنها لم تحصل على الدعم، هذا أمر وارد 100% مش لتخمين يعني اعتقاد. نعم. الآن هي فرصة أن الحكومة اليمنية والمنظمة الدولية ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن أن يعيد النظر في عملية تحديد الأولويات للمنظمة بما يلبي الاحتياجات الضرورية بحسب الأولويات التي تحددها، والتقليص من النفقات التي تذهب هدر أو تذهب مرتبات لخبراء، ويتم التركيز على الأولويات الضرورية وعلى النتائج الملموسة المستدامة التي تستدام. نعم، إذن نعم.
وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر سيد نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين، شكرا جزيلا لك. وأرحب بضيفي عبر الهاتف من عدن منسق عام الإغاثة في الجمهورية سيد جمال بلفقي. سيد جمال أسعد الله مساك بكل خير. أسعد الله مساكم. أهلا بك سيد جمال. نتحدث اليوم عن أوضاع النازحين خصوصا في العاصمة المؤقتة عدن، يعني هناك نازحين يعيشون في ظل أوضاع مؤسفة، يعني نتساءل هنا يعني ما مدى الاهتمام بهؤلاء النازحين في عدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم ونحيي مشاهدينا الكرام ونحيي ضيوفك الكرام. طبعا في الحقيقة أن وضع النازحين في بشكل عام لا يرتقى بالمستوى الذي ممكن يعني يحفظ كرامة النازح في أراضي اليمنية بشكل عام. ونحن دائما نتحدث على أن الموجود الآن هو ليست مخيمات وإنما خيم وعشش، ليست مخيمات. وهذه طبعا وضعها يجب أن يكون وضعها أفضل، وخاصة في خطة استجابة 2019 أن مبالغ كبيرة صرفت للمنظمات الدولية لكرامة النازح ووضع النازح بطريقة حقيقية. يعني عندما أتكلم عن مخيمات لازم المخيمات تكون بشكل أساسي متوفر فيها جميع الاحتياجات الخاصة بالنازح، سواء كان الخيام اللي هي تكون يعني جاهزة وتكون بعيدة عن أي كوارث طبيعية، بعيدة عن القمامات، بعيدة عن كذلك توجد فيها يعني اسعافات اوليه، توجد فيها كل شيء الذي يستطيع فيها النازح ان يعيش بكرامه في تشرد من بلده واتى يعني من قريته واتى في مناطق النزاع. فكنا نتحدث من بدايه اولا انشاء اللجنه العليا للاغاثه ان توجد مراكز استقبال في مناطق بعيده وفي مناطق خاصه لوضع هذه المخيمات، لكن للاسف فتره طويله قطعت من خلال 2017 2016، فكان النازح يلجا الى الاشجار ويلجا الى اماكن معينه فلم فتاتي. فنحن عندما بدانا نقترح ان تكون لهم مخيمات فكانت على الاقل خيم بشكل اساسي تضمهم، لكن وجود الخيم الان موجوده في اماكن كثيره، لو تكلمنا في محافظه عدن حوالي 30 موقع لهذه المخيمات بشكل عشش وشكل متكثفه السكان، وكذلك في حدود 2400 اسره متواجدين في هذه المخيمات الموجوده. طبعا كذلك على وضع النازحين بشكل عام يحاولوا قدر المستطاع ان يتوجهون في اماكن حتى وان كانت غير نظيفه، بس من اجل يعيشوا في داخل مدينه عدن من اجل المساعدات توصل اليهم، تكون قرب المساعدات. فلهذا الشيء يجب ان يكون فعلا ان يكون في النظر جديد لوضع النازح بشكل كامل، وان توضع له في منطقه كامله متكامله، يكون في وضع ان النازح تنصب له حياه حقيقيه ويكون فيها رعايه صحيه وتكون فيها اصلاح بيئي ويكون فيها فعلا ان توصل طيب إذن اليهم. سيد جمال، هي خيم وليست مخيمات، وايضا كما شاهدنا في بعض الفيديوهات هذه الخيم تقع بجانب مستنقعات ومنها بداخل المستنقعات نفسها، يعني في بعض المناطق في عدن. يعني نتساءل أين يقع هؤلاء من اهتمام المنظمات ومن اهتمامكم أنتم في هيئة الإغاثة وأيضا السلطة المحلية؟ طبعا نحن من بداية العمل، احنا طبعا لو تحدثنا عن أول مخيم نشأ في الرباط اللي يحمل 500 نازح، هي بتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة، بتنسيق مع رجل الأعمال هذه الفترة، فكان فعلا بدأت العملية بنصب الخيم. لكن كثرة النازحين متواجدين الآن، نحن كذلك ناشد المنظمات أن ينظم حتى عملية استلام الإغاثة، يجب أن يكون في مطابخ خاصة لهم، يجب أن تكون فعلا في توجد لهم في احتياجات خاصة غير المواد الغذائية. فلهذا الشيء دائما نتحدث نحن في اللجنة العليا للإغاثة والسلطات المحلية، طبعا هي خاصة بالذات اللي هي طبعا أكثر نازحين من محافظة الحديدة، فهي مشرفة على هذه الخيم
وكذلك مشرف على كل ما يدور في داخل الخيام، ويجب أن يكون فعلا في تكاتف مستمر. الوحدة التنفيذية فيما بعد عندما أنشأت الوحدة التنفيذية حقيقة أنها تقوم بدور كبير، وطبعا ساعدت كثير في عملية في اللجنة العليا للإغاثة، وساعدت كذلك كثير في عملية حتى إصدار التقارير. نحن نستفيد من هذه التقارير ونحاول نرسلها إلى أكثر من جهة، سواء كان المنظمات الدولية أو المركز سلمان. مركز سلمان دائما هو يكون حاضرا في أي في أي في أي في أي شيء يحصل، فهو أكثر ما يوفر له هو المركز سلمان وفر الخيام، وكذلك الهلال الأحمر الإماراتي، والدعم بشكل كبير خاصة بالذات من التحالف العربي أكثر من المنظمات. المنظمات تأتي فقط بالسلة الغذائية أو تأتي بشنطة كرامة وتذهب، يعني ليس تواجد. يمكن في رمضان هذا البرنامج غذاء العالم يقدم لهم وجبات ساخنة لهذه النازحين، لكن الآن هم يعانوا بكثير خاصة بعد السيول. يعني هو الوضع لم يعد يقتصر على وجبات سيد جمال وعلى سلة الغذائية، هناك يعني الوضع ما هو أسوأ. الناس يعيشون في داخل مستنقعات، أيضا مدينة صنفت كمدينة موبوءة لانتشار الأوبئة فيها ولظهور مؤخرا فيروس كورونا. يعني هل لديكم خطط لتدارك الوضع و يعني حل قضية النازحين يعني قبل أن تتفاقم الأمور بشكل أكبر؟ طبعا نحن نناشد الآن خاصة عندما بيأتي مؤتمر المانحين في 2 يونيو، طبعا من خلالكم أتمنى أن تكون تطرح قضية النازحين بشكل أساسي في هذا المؤتمر، ويتم فعلا عندما يحدد يعني يحدد مواقعهم الحقيقية أن فعلا تأتبنا لهم يعني مخيمات صحية اللي ممكن يعني ممكن يخلي النازح هذا عايش بكرامة، وكذلك أن تكون فيها مطابخ خاصة لهم، وأن يكون لها في يعني صرف صحي حقيقي، وأن يكون بشكل كامل. ولا يمانع أن الآن خاصة بالذات يعني خاصة في مناطق في الحديدة الآن بدأت محررة في منطقة الخوخة ومنطقة المناطق الموجودة كبيرة وفيها مخيمات، أن تنقل جميع هذا النازحين لمناطقهم في بلدهم في منطقة الحديدة، أفضل أن تكون في غربة موجودين في سواء كان في عدن أو في الأرياف، أو يعيشون في عشش أكثر ما هم عايشين في داخل مخيمات. هي ليس هذه مخيمات زي ما كلمتك، هي عبارة عن عشش وعبارة عن خيم. طيب هل هناك توجه لإبعادهم حاليا وتنفيذ خطوات فعلية في هذا الجانب؟ يعني طبعا نحن دائما نتكلم بهذا الكلام، لكن غالبية النازحين لا يريدوا العودة. يعني نحن عرفنا عليهم أكثر من مرة أن يعودوا لما الخوخة ممكن نوفر لهم حتى محافظ الحديدة أبدأ استعداده، لكن كثير منهم لا يرضي. السبب أنهم موجودين الآن في عدن، وزي ما أتحدث لك أعتقد مدير الوحدة التنفيذية نجيب السعدي أنه في كثير من أماكن اللي هي ألا يعد أن إعادتهم إجباري يعني أمر محتم، خصوصا مع الوضع الصحي وأن الجميع لا يعرف إلى أين تتجه الأمور مع تفشي فيروس كورونا وأيضا المكرفس؟ طبعا لابد أن يكون في تكاتف موجود، ولازم في الاهتمام بهذا المجال، وخاصة النازح اللي هو ضعيف لا يستطيع أن يعمل أي شيء سواء أنه يستقبل أي مهونات خارجية، ولهذا يجب أن يكون في اهتمام بشكل أكبر للنازح. ونحن عندنا استعداد كبير، ونحن في تواصل مباشرة سواء كان مع الحكومة أو مع الوحدة التنفيذية أو مع المنظمات الدولية أن يكون في تعاون مستمر، أن يعني لابد أن يكون في أن يكون نعيش في يعيش النازح في وضع صحي ويعيش بكرامة حقيقية، بحيث أن فعلا يكون يعني لا يستطيع أن يعيش في هذه المنطقة، بحيث أنه لا يصيب أي أمراض، وكذلك لا يتعرض لأي كوارث طبيعية. مش معناته أن كل ما تأتي انخفاض جوي أكثر واحد وأكثر أشخاص يتضررون هو النازحين، بحكم أن عملية حتى عملية الخيم اللي تبنى لهم عبارة عن قماش، ليس مخيمات كمستودعات كبيرة أو تكون في مكان كبير بحيث أن يحميهم حتى من الأمطار، فلهذا هم معرضين لكل شيء. طيب سيد جمال، في الجانب الصحي يعني هل هناك أولوية لهؤلاء النازحين فيما يتعلق بإنشاء مراكز صحية وأيضا استقبالهم في المستشفيات؟ هل يدرس هذا الأمر؟ هل هناك ترتيبات في هذا الجانب؟ والله شوف، الوضع الصحي في عدن في الوقت الحاضر جميع المستشفيات لا تقبل أي واحد سواء كان نازح أو غير نازح. الآن بدأت يمكن خلال يوم وأمس بدأت بعض المستشفيات الخاصة أنها تفتح اللي هي
أقسام الطوارئ لاستقبال الحميات بشكل معين، وبدأت تترتب بعض الأمور. لكن في خلال الفترات الماضية جميع الأفراد لا تستقبلهم مستشفيات أي مريض سواء كان من داخل عدن أو نازح وغيره، ولكن هي في بالنسبة للنازحين أنها توجد يعني بعض المبادرات وبعض المنظمات وبعض المؤسسات المجتمع المدني تقوم بزياراتهم بعمل عبارة عن عيادات متنقلة وبشكل عام. لكن في الوقت الحاضر هي طبعا مأساة كبيرة للنازح والعدن بشكل عام، أنها عدن موبوءة وأنها في أمراض كثيرة منتشرة فيها. نسأل الله السلامة وإن شاء الله أن يرفع. نسأل الله السلامة للجميع. أشكرك جزيل الشكر سيد جمال بالفقيه منسق عام الإغاثة في الجمهورية، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.